السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير يا حبايب وعساكم عقول. خلفة الأولاد والبنات، كل منا يفضل تكون خلفته أولاد أو بنات، ما هو يعني تقصير في حبهم لا، بس في ناس ميالة للبنات، في ناس ميالة للأولاد. سبحان الله، يقول لك الولد إذا كبر يحن على أمه، أما البنت العكس، إذا كبرت وكبر أبوها تحن عليه. سالفتنا اليوم قصة عن شيخ قبيلة، رجل معروف، رجل له سمعه ومكانه وقدر بين جماعته وأقاربه والقبائل الثانية، معروف عندهم زي ما تقولوا واجهة قبيلة. الإنسان هذا ما ربي رزقه بالأولاد، خلفته بنات، تزوج الأولى والثانية بنات، سبحان الله. بعضهم تفكيره غلط، إذا جاء له بنات من حرمة قال لا أبي أتزوج أحد ثاني تجيب لي عيال، ما لها دخل يا حبايبي، هذه بذرة أنت اللي زرعتها. المهم الرجال كان قاسي على البنات، جلف ما يطيقهم، ما عنده إلا ضرب حرمان. بناته كانوا يعانون منه من قسوته، ما يبغاهم، ما يبغى البنات. فكان معها أعتقد 3 بنات. المهم تزوج مرة ثالثة، لما تزوج المرة الثالثة رزقه ربي بولد. الولد هذا يعني مسح البنات، أول كان عنده بنات وكان ها شوية معهم، لكن الحين الآن خلاص جاله ولد نسي موضوع البنات، عصبي عليهم، ما ينفذ طلباتهم، ما يكلمهم إلا من رأس خشمة، زي ما تقول حب ما فيه، قلبه قاسي عليهم لدرجة إن أطرف واحد جاه يخطب زوجه على طول. المهم يا حبايبي، تربى الولد هذا، كبر صار عمره 6 سنوات، وأفرط أفرط أفرط جدا جدا في دلعه، لدرجة أنه الولد يدخل المجلس وأبوه عنده رجاجيل، يأخذ الحذيان الله يكرمكم من عند الباب ويمشي لين عند أبوه ويصقعه على وجهه، خلوه خلوه خلوه، دلعه دلع ما بعده. المهم زوج البنات، كبر الولد الله المستعان، صار المهم تربى الولد وكبر، صار أعوذ بالله عاصي لأبوه، ولا يبدي فيه ولا يطالع فيه، توظف وسافر ولا يجيهم، وأغلب اتصالات أبوه ما يرد عليها. بعد فترة كبر الشايب وتعب، مرض، بناتهم تزوجات كلهم، صار يتصل على والده، أمه تتصل أبوك مريض، أبوك تعبان، ودوها المستشفى. كان قلبه قاسي على الأبو، مثل ما الأبو قاسي قلبه على البنات، سبحان الله. المهم يا حبايبي، تعب مرة الشايب، كبر، جلست عنده واحدة من بناته الكبيرة، الكبيرة هي اللي ذاقت الويل منه، ذاقت العذاب منه، جلست عنده. طبعا أمها إنسانة كبيرة، عجوز، ما في إلا البنت تقوم بهم، توديهم وتجيبهم وتشوف طلباتهم، تأكلهم تشربهم تلبسهم. الشايب مرض لدرجة أنه صار يستفرق، ولا يستفرق إلا في حضن البنت، إذا جاء يستفرق تضمه كذا في حضنها
ويستفرغ في حضنها. اي والله. بعد فترة طلقها زوجها. ليش؟ قال انتي عند ابوك جالس 24 ساعة، مدام كذا الله يفتح لك. طلقت البنت علشان ابوها. سبحان الله. الولد ولا طالع في ابوه ولا درى عنه، اذا جاء يمر يسلم عليه يعطيها الباب، ولا طالع فيه ابد. لكن البنت اللي ما حن عليها تطلقت علشانه، وهي اللي تلبسه وهي اللي تروشه وهي اللي تاكله وهي اللي قايمه فيه كانها مرضى عنده. سبحان الله. وتوفى، توفى الشايب هذا وهو في ندامه. آخر أيامه ما يقدر يتكلم، يطالع في بنته ويبكي زي اللي يقول سامحيني. لكن هذه بنتك يا حبيب. على آخر أيامه صارت تهل دموعه، كل ما شاف البنت صارت تهل دموعه، يعرف أنه أخطأ في حقهم. وهذه القصة يا حبايبي إن شاء الله تكون فيها عظة وعبرة. أولادك سواء بنات أو أولاد، لا تفرق بينهم، لا تعامل أحد أحسن من أحد. نصيحة. بعدين الشيء هذا يسبب لهم يا أخي، إذا كبر يسبب له حقد على أخوه أو أخته. أبوي كان يحبك، ولا مثلا أمي كانت تحبك، من الكلام هذا. فكلها نعمة من الله، أهم شيء التربية. والدلع المفرط هذا ما له لزوم، والله ما له لزوم قسم بالله. يعني الطفل هو جاهل، إذا قلت له لا ولا نهارته ولا صيحت عليه ما يحقد عليك يا حبيبي. لا تقول إذا قلت له لا بيزعل ويضيق، لا يا أخي، طفل ما يحقد، شوية وينسى. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ لنا ولكم. والله الله في الشيبان، الله الله في شيبانكم، قسما بالله العظيم. شوف، توفى أبوي قبل سنتين، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة. في أشياء تذكرها، مثلا يتصل علي يقول لي بسوي كذا، أقول له طيب بعدين، وأتركها أنساها. يوم أجي بعدين ألقاه هو اللي سواه، والله إني أزعل، خاصة للحين لما نتذكر الأشياء هذه أني أضيق، والله يضيق صدري قسما بالله. أسأل الله أني سامحنا، أسأل الله أني سامحنا، وكلنا إلا من رحم ربي مقصرين. لكن الاجتهاد يا حبايبي، الله يوفقنا وإياكم. دعواتكم، يا ليت الاشتراك واللايكات والكومنتات الحلوة، الله يسعدكم.